أظن ده مفيش منه أي خطر. معايا. اتأخرت شوية يا حرب. قلقتنا عليك. معلش يا باشا. أصل مشواري طويل حبتين. أيمن، أرجع على البوابة. تشرب حاجة حلوة؟ طمني، أخبارك إيه؟ أنا تمام يا باشا، المهم سعادتك، أخبارك أنت إيه؟ أنا زعلان يا حربي، زعلان أوي، ومنك أنت بالذات. عارف ليه؟ لأن أنا عملت منكوا بني آدمين، وخليتكوا في وضع ما كنتوش تحلموا بيه ابدا. كانت النتيجه ايه؟ انكوا رديتوا لي الجميل بقله اصل ملهاش مثيل، وانا اللي قله اصله معايا انسفه. ليه بس كده يا باشا؟ ما كنا ماشيين كويس. وبعدين ما تنساش بقى يا باشا ان انت اللي كنت محتاج لنا، واستفدت من ورانا كتير، وكسبت من ورانا اكتر. ولا انت يا باشا حد كان ضربك على ايدك؟ صح، في دي عندك حق. محدش ضربني على ايدي، كانت غلطه بس ملحوقه، الغلط هيتصلح. بالتحديد يا باشا؟ لا لا لا، اعتبره تحديد مواقف. لكن لو ما نفذتش اللي انا عايزه منك مش هيبقى تهديد، هيبقى فعل. فين الورق؟ لا هو سعادتك فاكر ان انا هاجيلك لحد هنا ولوحدي ويكون معايا الورق؟ ده انا بقى غبي قوي. يعني انت ما جبتش الورق معاك؟ الورق موجود يا باشا في الحفظ والصون. اطمن على زين واماني ودعاء واشوفهم ويمشوا بألف سلامه من هنا، الورق يكون عندك في ثانيه. الله 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 الله، انت بتتشرط عليا يا سحربي؟ يا باشا انا لا بتشرط ولا حاجه، انا جاي اتفاهم مع سعادتك، واللي اوله شرط اخره نور. فين زين ودعاء واماني؟ سلمني الورق وانا اسلمهم لك. اشوفهم الاول واطمن عليهم. انت بتتحداني يا واد انت؟ انا يا باشا، انا مين عشان اتحدى سعادتك؟ كل ما في الموضوع بس ان انا بحدد مواقف، مش ده كلام سعادتك برضو؟ وبعدين يا باشا ما تنساش ان الورق اللي معايا ده ممكن يضيع كل القبهه والهيلمان اللي انت عايش فيه، ويضيعك في لحظه، ويدخلك لمؤاخذه السجن. بس انا بقى ممكن اخدمك خدمه العمر واجيب لك الورق بتاعك في مقابل خدمه بسيطه، نطمن على زين ودعاء واماني. خليه يشوفهم يا باشا، خليه يشوفهم، احنا مش هنخسر حاجة. ولو الورق ما جاش يبقى هو اللي خسر كل حاجة. صلاح، انت صلاح؟ انت اللي خنت وبعتني؟ اوعى تزعل يا حربي، دي لعبة. وصول اللعبة بتقول اللي تغلبه لعبه، والمصلحة قالت ان انا لازم ابقى جنب الباشا الكبير. مش معقول يعني هسيبه واقف جنبك؟ طب ليه يا صلاح؟ ليه؟ عشان انت نسيت اهم حاجه في اللعبه يا حربي، ان انا الاستاذ وانت التلميذ. وعيب قوي قوي ان الاستاذ يمشي ورا تلميذه، ولا ايه يا صاحبي؟ اخرس، اوعى تنطق الكلمه دي تاني على لسانك. انا ما يشرفنيش انك تكون صاحبي يا واطي. مش وقت لوم وعتاب يا حربي، نخلص بس من اللي احنا فيه الاول وبعدين نقعد ونتكلم. ده اذا كان فيها بعدين يعني. مهاب، هات اماني وزين ودعاء. يا حربي واقف ليه؟ اقعد يا راجل اقعد. اقعد يا حربي، البيت بيتك. فكهم وقتهم. ما قلت لك يا حرب ما تزعلش، دي لعبة. يوم ليك ويوم عليك، يوم في ايدك
ويوم في ايد غيرك، المهم اللعبه تكمل للاخر. وبعدين ما تقلقش، احنا خلاص قربنا من الاخر اهو. هتدينا الورق وتاخد صحابك وتبقى اللعبه خلصت. ولا يا باشا سعادتك؟ تمام يا بحر، تمام. الجماعه بره يا باشا. كنت متأكدة إنك هتيجي. ما تخافيش يا أماني ولا أنت يا دعاء، كل حاجة هتبقى تمام. عامل إيه زين؟ بس حربي خلاص؟ طمنت على أصحابك؟ تالي كده بقى تبعت تجيب لي الورق، أظن ده من حقي دلوقتي. إيه ده يا حربي؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتخلص خالص، مالكش دعوة. يا واطي يا كلب يا ابن الكلب. لا لو سلمتهم الورق يا حربي هيخلصوا مننا كلنا زي ما خلصوا من انشراح ودنيا. دول كلاب يا حربي ما عندهمش رحمه. لا استنى يا مهاب. لو حسك طلع مره تانيه انا هخلص على دعاء بتاعتك دي قدام عينيك ودلوقتي حالا. وانت يا سحربي تحب تشوف اصحابك وحبايبك هما بيتقتلوا واحد ورا التاني ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه؟ اسمع كلام الباشا يا حربي، سيبك من زين، زين ده جعجع على الفاضي. انت ادرى واحد بيه دايما بيحسبها غلط ومتهور، انما انت العاقل اللي بيحسبها صح. انقذ نفسك وانقذ صحابك وابعت هات الورق. ماشي يا باشا ماشي، بس انا بقى ليا شرط. انت لسه ليك عيد تتشرط يا سي حربي؟ نسمعه يا باشا نسمعه. طلباتك يا حربي، اول الورق ما يوصل على البوابه اماني وزين ودعاء يمشوا من هنا. انت بتحلم؟ خلاص يا باشا، يبقى مفيش ورقة بقى ولا حاجة، وعليا وعلى أعدائي. ما بلاش اللي عندي ده يا حربي. هو ده شرط يا باشا. أنا مش موافق، أنا قلت لا يعني لا. طب بعدين ساعتك يا باشا. حربي لو احنا مشيناهم نضمن منين إنك ما تعملش حركة من إياهم دول؟ والله أنا موجود معاكم ومش همشي من هنا غير لما تتأكدوا إن كل حاجة تمام، ولو حصل أي حاجة يا باشا تبقى قتلني. إيه رأي ساعتك يا باشا؟ ماشي يا سحربي ماشي. لا يا حربي انا مش همشي من هنا الا ورجلي على رجلك يا حربي. بطل فتوانة يا زين واسمع اللي بقولك عليه. ما انا طول عمري بسمع اللي بتقول عليه وبنفذه. المره دي انت اللي هتسمع كلامي يا حربي. لو اديتهم الورق هيخلصوا منك. مش مهم انا يا زين، المهم انت واماني ودعاء تبقوا بعيد واسيبك لوحدك. مش هيحصل ابدا يا حربي، احنا طول عمرنا مع بعض يا جدع، الحلوة والمرة سوا. هاجي دلوقتي واسيبك في الموت لوحدك؟ مش هيحصل يا حبيبي. ويا نعيش سوا يا نموت سوا، مش هسيبك ابدا يا صاحبي. ده ايه الليلة اللي انا فيها دي؟ ايه المسرحية السخيفة اللي انا بشوفها دي؟ انتوا ايه هتفضلوا طول الليل تحبوا بعض؟ هتخلص ولا خلص عليهم؟ خلص يا باشا خلص. لا يا حربي لا، دور تسجيل جاهز يا فندم. هيا يا حربي هات الورقة وتعالى. اللي عملته ده عين العقل يا حربي، عين العقل يا حبيبي. اوعى توقف تسجيل. حاضر. رؤوف خليك جاهز، اماني ودعاء وزين اول ما يخرجوا هنهجم على طول. تمام تمام يا فندم. كله اجهز. يلا الكل ورايا.
اتفضل يا باشا. ميرسي يا روجا. هو اللي هيجيب الورق ده هيجي امتى؟ 10 دقايق بكتير يا باشا. 10 دقايق مش كتير برضه يا عم صلاح. قعده حلوه والعصير احلى. اشرب اشرب. لا مؤاخذه حربي، رشا ما عملتش حسابك في العصير. ما يجراش يا باشا، ما يجراش. بس انا يا باشا لا مؤاخذه في سؤال كده هياكل لي دماغي ونفسي تجاوبني عليه. سؤال ايه ان شاء الله؟ المعلمه انشراح ودنيا قتلتهم ليه؟ اسال نفسك، ما انت السبب. انا؟ ايوه. ما انت لو كنت سبت الورق عند صلاح ما كانش كل ده حصل. لكن انت خدت الورق وقلت لزين انك سبته عند واحد امين وبتثق فيه، وزين زي المدب قال الكلام ده لعم صلاح، والكلام في الاخر وصلني. انا قعدت مع نفسي وقلت يبقى اكيد الورق يا عند انشراح يا عند دنيا. لكن للاسف ما لقيناش الورق لا هنا ولا هنا. تقوم تقتلهم يا نعيم بيه؟ انا اقتل الدنيا بحالها في سبيل اني اوصل للورق ده. طب والبضاعه يا باشا؟ البودره اللي بالملايين اللي كانت في مخزن عنتر وهوب فجاه اختفت، مش همك يا رخره؟ لا انت ما دريتش يا عبقري. ما هو البركه في عبد صلاح، هو اللي دلنا على مكان البضاعه في سقاره ورحنا جبناها. يعني البضاعه عندي دلوقتي تحت ايدي. يعني انتوا خلاص مش ماسكين عليا اي حاجه. وصباعكم اللي كنتوا عايزين تغزقوا بيها عيني بقى تحت درسي، اضغط عليه وقت ما انا عايز لحد ما اقطعه كده. بلف حبل المشنقه حوالين رقبته.